فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل الدعاء بعد كل صلاة من الصلوات المفروضة مباشرة والدعاء منفردا هو من البدعة؟ هل الدعاء بعد كل صلاة من الصلوات المفروضة ويكون دعاؤه منفردا هو من البدعة؟ الدعاء بعد ايش؟ الصلوات المفروضة ايه ويكون دعاؤه منفردا، يكون هذا الدعاء بدعة؟ مطلوب الدعاء بعد أدبار الصلوات، تدعو الله، تستغفر الله، تدعو الله، هذا مطلوب، كيف يكون بدعة؟ نعم.